الجزء ده بالنسبه لي دلوقتي المدخل بتاع الدوبليكس. طب عايزين نجرب ندخل الورقه الدوبليكس. الورقه دلوقتي بتبقى طالعه من المكنه، عدت على الدروم، طلعت من مجموعه الخروج، وبعد كده بتعمل حركه عكسيه وبتبتدي ترجع تاني عشان تخش في المدخل بتاع الدوبليكس ده اللي احنا لسه شايفينه. اول حاجه هتقابلها هنا حساس دخول الدوبليكس وبكر ريلي دخول الدوبليكس. طيب لما نيجي نحرك البكر بتاع ريلي دخول الدوبليكس اهو ابتدى ان هو يسحب الورقه ويمشيها في المسار بتاعها زي ما احنا شايفينها بالظبط دلوقتي، لغايه لما هتيجي لحد هنا والورقه زي ما احنا شايفين وقفت. الورقه جت دلوقتي وقفت ليه؟ لان هي خرجت من حدود مجموعه دخول الدوبليكس وطلعت دلوقتي على المجموعه بتاعه خروج الدوبليكس، وبناء عليه لازم نحرك المكونات اللي هتقابلها في مجموعه خروج الدوبليكس عشان الورقه تبتدي المكونات دي تستلمها وتمشيها في المسار وتطلعها بره. لما نيجي نلف الدوبليكس الناحية التانية من الظهر هيكشف لنا أول بكر ريلي في مجموعة الخروج بتاعة الدوبليكس. لما هنيجي نحرك البكر ده بيتم استلام الورقة تمام ودخولها إلى مجموعة خروج الدوبليكس. طيب الورقة وهي ماشية في مجموعة خروج الدوبليكس تمام هنشوفها منين؟ هنشوفها من الناحية التانية. الورقة نزلت من مجموعة الدخول دخلت على مجموعة الخروج بتاعة الدوبليكس، أول حاجة قابلتها بكر ريلي خروج الدوبليكس الأولاني، وبعد كده هيستلمها بكر خروج الريلي بتاع الدوبليكس التاني. فأثناء وجودها في المكان ده اللي بيمثل لي جايد للورقة هو الباب بتاع الدوبليكس ده، وده المكان اللي أنا بكشف منه مسار الورقة في الدوبليكس لما بفتح الباب ده. هنيجي نحط الباب في مكانه ونقفل الباب تمام أهو. هو ده الجايد بتاع الورقة اللي بيسند ظهرها أثناء ما هي بتتحرك في المسافة. طب نكمل المسار بتاع الورقة، نمشيها اهي في المسار بتاعها، نعمل احنا ايدينا الجايد اهو عشان نوصلها للبكر التاني، ونبتدي بايدينا برضو نحرك البكر التاني عشان يبتدي يستلمها. لما جينا حركناه اهي استلمها، والورقة دلوقتي ابتدت تمشي في كيرف عشان تخش على الريجستريشن، وبناء عليه الريجستريشن يسلمها للدروم. نلف الباب ونمشي مع الكيرف اللي هيحصل دلوقتي. المفروض الورقة هتخرج دلوقتي معانا من عند الريجستريشن. هنكمل تحريك الورقه ونشوفها وهي بتخرج اهي من عند ريجستريشن اهو 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 لفت طلعت وصلت لريجستريشن. الرول بتاع ريجستريشن اهو ده واحد منه، ده الرول الكاوتش، فيه رول المعدن التاني بيكون موجود في الشاسيه بتاع المكنه. وطبعا الحركه دي بتحصل اثناء ما بيكون الباب كابس مكانه في المكنه، بناء عليه رول ريجستريشن الكاوتش بيكون مطابق على الرول الفضي بتاع ريجستريشن، وبناء عليه الورقه بتوصل لغايه الرولين دول، ولازم الرولين دول يتحركوا عشان يكملوا الاستلام بتاع الورقه. وطبعا مجموعه بتكون موجودة في مكانها هنا. لما الريجستريشن يبتدي يمرر الورقة بتلف وتيجي عند الحصيرة، تكون الحصيرة كبسة الورقة على الدرام عشان يتنقل الحبر من الدرام للورقة، وبعد كده الورقة تكمل المسار بتاعها بفعل تحريك الحصيرة والدرام ليها، تكمل المسار تطلع لفوق تلاقي السخان، مجموعة السخان موجودة في المرحلة اللي هي الفعلية المفروض تكون دلوقتي يستلمها، وبعد كده السخان لما يخرج الورقة هتبتدي تتحرك في المسار بتاعها نحو خروج تاني مرة، هتخرج من بطن المكنة مش هتتسحب تاني عشان خلاص أدت الدور اللي عليها، اتطبع على الوش بتاعها وعلى الظهر بتاعها.